بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نبدأ اليوم بتطبيق بعض القواعد والأصول الفنية التي سبقت في المرات السابقة من خلال بعض الآيات والجمل والعبارات، وسوف يكون عليها التعليق المناسب إن شاء الله. هنبدأ دلوقتي نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة الحال هذه الرسمة إحدى رسوم البسملة الكثيرة والتي ابتكرها الكثير من الخطاطين. هنكتب قل أعوذ برب الناس.
هذه طبعا الآية واحد. يمكن بعض الزخرفة والتشكيل، والتشكيل بطبيعة الحال مهم جدا في النسخ. ملك الناس ملكي الناس، نكمل تحت. يمكن في النون نعمل كشيدة زي دين، ويمكن أنها تبقى بدون كشيدة، يجوز. لكن التشكيل مهم. دي الآية الثانية. إله الناس. لاحظوا البداية والنهاية وحركة القلم. إلهي الناس، تشكيل مهم برضو. الآية ثلاثة. من شر، لاحظ حركة القلم. السنة الأولى، الثانية، كشيدة طويلة، ثم الراء. بحرك القلم عشان اعمل السن الاخير للراء. السواسي، you
الذي بنزل باللام تحت السطر زال على السطر الذي يوسوس في صدور الناس الآية 5 من لاحظ حركة القلم والناس دي الآية 6